اهلا بكل حضراتكم في تاني واخر فقراتنا الحواريه في حلقه النهارده من 10 الصبح في الاهلي. وطبعا بطبيعه الحال بعد خساره الدوري ومباراه السوبر بالامس لازم يكون في وقفه، لازم نحط عينينا وايدينا على الاخطاء اللي حصلت عشان نحاول نعالجها. ودي من سمات الكبار، والنادي الاهلي نادي كبير وعريق ونادي تقيل، وليه يعني عنده من الانجازات والنجاحات والبطولات والكؤوس والدروع ما يكفي للمستقبل كمان البعيد. ولكن برضه من ضمن السمات المميزه جدا للنادي الاهلي والمميزه فيه فكره النهم فيما يتعلق باي بطوله نشارك فيها، ايا كانت هي بطوله ايه، ايا كانت هنلعب من خلالها مين، ايا كان بتقام فين، احنا في الاخر لازم نرجع بلدنا ومعانا الكاس. فعشان نستمر في هذا الامر، وخصوصا ان احنا كمان داخلين على دوري وكاس ودوري ابطال افريقيا، فلازم نتكلم وباستفاضه عن الاخطاء عشان نحاول نعالجها. ده اللي هنحاول نعمله في فقرتنا دي اللي منورنا من خلالها كابتن محمود صالح نجم النادي الاهلي السابق، واللي هنسعد اكيد بوجوده معانا. اهلا بيك يا كابتن، منور الدنيا يا كابتن محمود. صباح الخير في البدايه على حضرتك، وهنترك ليك بقى الكلمه تعقيب على امس واللي جاي ان شاء الله، يعني شايفه هيكون الوضع ازاي؟ طبعا الفترة السابقة احنا ممكن قدمنا فترة مثالية بالنسبة للأداء والنتائج، صحيح، دوري وكاس وسوبر افريقيا وبطولتين افريقيا وثلث العالم ومونديال بالظبط، لعبنا المركز الثالث والرابع بالميراس، بطل جنوب يعني امريكا الجنوبية وبطل البرازيل. ما فيش شك كانت انجازات كبيرة، في هبوط في الأداء مع نهاية الدوري ومباراة السوبر المصري، ما فيش شك اكيد في اسباب يعني الاداء بهذا الشكل طبعا. واعتقد المسؤولين طبعا على راسهم كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي ومشرف العام على الكوره، في الفتره اللي جايه دي لازم كله يكتب تقرير مهم جدا، المدير الفني يكتب تقرير، مدير الكوره يكتب تقرير، المعد البدني او المسؤول عن الاحمال التدريبيه البدنيه يكتب تقرير، كابتن الفريق بيقعد مع اللعيبه ويكتب تقرير، بتجمع هذه التقارير كلها، يعني كل واحد من المسؤولين دول يكون معاه كل التقارير، يعني المدير الفني مع التقرير بتاع الكابتن سيد عبد الحفيظ وتقرير كابتن وهكذا يعني. وتناقش هذه التقارير. نعم. ويتناقشوا بقى في التقارير. المهم يقروها الاهل، يعني انا مهم جدا انا ككابتن الخطيب طبعا مش فاهم مع الكوره، التقارير كلها تبقى موجوده عنده، وكذلك كل التقارير نسخه من التقارير لكل الاشخاص المعنيين. المعنيين هم ماسكين المناصب القياديه، دي مهمه جدا. وبعد كده زي ما حضرتك قلت تقدم بقى، يبقى في حوار مفتوح والقيادات دي بتجتمع مع بعضها وكل واحد بيقول رايه، بيوصلوا ايه المشكله فين، هل في اجهاد مثلا، هل بعض اصابات اللاعبين غيابهم مؤثر، هل الفترات بين الموسمين دول غالبا هي مش كل الاحداث بتبقى معروفه، يعني ممكن لعيبه يكون جالها عقود، انت عارف مستوى الطموح زاد عند اللعيبه دلوقتي، كله عايز يعني. محمد صلاح طبعا مع نجاحه بيدي مثل وامل وطموح لكل اللعيبه، كله عايز يعني يجي له فرصه. طبعا الطموح ده بيجي متدرج، انا عايز ابقى لعيب اساسي بعد كده ابقى لعيب دولي، صحيح. عايز احترف في الخارج في اوروبا في دول الخليج، الناحيه الماديه بقت مهمه للعيبه برغم بياخدوا يعني مبالغ كبيره جدا، بس برضو عندهم طموح يجي له احتراف خارجي، ممكن دي برضو عامله نوع من عند اللعيبه عدم التركيز. بس حضرتك بتقوله ده كله يندرج تحت بند التكهنات العامه واللي يعني هيتكتب تفاصيلها في التقارير المختلفه، تمام. تقارير حضرتك انت شخصيا ايه؟ رؤيتك انت شخصيا ايه؟ شايف ايه الاسباب اللي ادت لهذا الامر؟ هو شوف عايز اقول لك حاجه، واللي بعيد عن الاحداث مش هيبقى يعني عارف تفاصيل بالظبط، يعني ممكن يتوقع. هي ممكن النقط اللي احنا اتكلمنا فيها دي ممكن تكون كلها مؤثره. ممكن اجهاد، ممكن غياب بعض اللاعبين، ممكن مستوى الطموح عند اللعيبه وقف عند النقطه دي. احنا لعبنا 7 بطولات او 6 بطولات كنا وكسبنا 5، انجاز كبير، لازم مستوى الطموح يزيد، انا طالما بحقق حاجه الهدف بيزيد مع تحقيق طبعا الطموح نفسه بيزيد. ممكن تكون دي السبب. النقطه الثانيه ممكن لعيبه مشتته، جاي لها احتراف خارجي، لعيبه اساسيه في الفرقه، في لعيبه مجهده، في لعيبه عندها اشباع، ممكن لعيب يبقى بيستكفي. انا هي دي بقى النقطه الوحشه في الموضوع، لان البعض امبارح كان بيتكلم او شايف، ودي بعض الاراء يعني اللي طرحت، ان اللعيبه مستكفيه، اللعيبه مش عايزه تعمل اللي عليها، اللعيبه يعني بتلعب بثقه زايده، الكلام ده اتقال امبارح. طبعا ممكن هو الموضوع يعني اتجاهه طبعا نواحي نفسيه وتركيز نواحي ذهنيه، هي دي المؤثرة. بس هو من امتى لعيبة النادي الاهلي ولا النادي الاهلي نفسه بيستكفي؟ ما دي احيانا بتحصل لك بقى، يعني بتبقى مهما كنت مشبع تحدث مشكلة امتى بنستكفي؟
لا طبعا المفروض، بس الظروف اتغيرت، مستوى البطولات عالي وعدد البطولات كتر وعدد الماتشات كتر، غير ايامنا احنا او الاجيال حتى اللي بعدينا شويه ما كانش فيه مستوى الطموح بهذا الشكل، ما كانش فيه احتراف خارجي. أيوة. أيوة. ما كانش فيه طموح مادي حتى. ايوه، ما اللي عايز يحترف خارجيا لازم يولع الدنيا داخليا من الاول بحيث يجبر الاخرين على طلب ضمه. ايوه، بس انت في حاجات نقط كتير قوي بتفكر فيها، نواحي ماديه، احتراف خارجي. يعني حضرتك عايز تقول ان اللعيبه وهم في مباراه امبارح مثلا كانوا مشتتي الذهن، ان هم بيفكروا في النوع ده من الامور؟ ممكن بعضهم، مش لازم كلهم، كل يعني في لعيب بيبقى طبيعه اللعب تختلف من اخر لعيب لاخر. يعني في لعيب بيوصل النواحي الماديه دي اساس عنده، وفي لعيب بيبص اللي عايز يرتقي بمستواه ويلعب في الخارج طموح يعني. أيوة. عنده دي ممكن دي تبقى حاجه عنده. يعني في لعيب بيبقى هو خلاص انا اساسي وحققت 5 بطولات في الموسم ده مثلا، فخلاص انا حققت حاجه كبيره وكفايه كده يعني، او ما عندوش بقى طموح تاني، يفكر في اللي جاي وجديد وعنده اصرار وعنده اراده ان هو يحقق بطولات اخرى برضو من الناحيه النفسيه. يعني هي كلها نواحي نفسيه وذهنيه يعني، لا هي عشان بنسبه كبيره ولا ممكن توصل 80-90%، انما لا هي مستوى فني ولا مستوى لياقه بدنيه، ما اعتقدش دي بعيده تماما. احنا في نهايه موسم وكل اللعيبه في التوفر فنيه، لا خالص مش دي الاسباب، بس الاداء الفني طبعا قليل او لا يرتقي ان احنا لمستوى لعيبه النادي الاهلي ولا المستوى اللي احفظ بيه بطولات، انما مش دي المشكله. اعتقد هي المشكله نفسيه وذهنيه، هي دي اللي مؤثره بشكل سلبي على اداء الفريق. طيب لو احنا اتكلمنا عن طريقه لعب موسيماني، برضو هقول لحضرتك ما طرح امبارح تحديدا، البعض انتقد طريقه اللعب، انتقد التاخير في التغييرات، انتقد عدم لعب بعض اللعيبه الاساسيه، البعض الاخر راى ان احنا بنلعب بنفس الاسلوب وهم خلاص حفظوه يعني ومن اخر لقاء، البعض بيقول ان لا لازم الفتره اللي جايه يكون في تغيير شامل في التخطيط والتاكتكس وغيره. خليني وجهه نظر حضرتك كابتن محمود ايه بالظبط؟ لا ممكن كناحيه فنيه، بس في نقطه التغيير متاخر شويه ممكن، يعني ابتدينا لويس ميكسيومي او لعيب مش عارف اقول الاسم بالظبط، ميكسيوني يمكن ده كان تغيير في الدقيقه 60، ده اول تغيير، وبعد كده التغيير بقى جت في اواخر الدقيقه 79 والدقيقه 90، يمكن ممكن تكون اعتقد يعني التغيير كان ممكن يتم بشكل يعني عندها تغيير 5 لاعبين ممكن يكون اتاخر شويه. يعني ايه يعني بقول كناحيه فنيه ممكن تكون مؤثره بشكل مش بشكل كبير، انما هو شكل كبير. انا بتكلم اللي يتحمل الجزء الكبير هو اللعيبه، اللعيبه كل حاجه متاحه ليها يعني، امكانيات موجوده، تدريب، تشجيع جماهيري، بتلعب في نادي كبير، تركيز اعلامي عليك، معظم اللعيبه لعيبه دوليه، يعني مش ناقصك حاجه. هي بس الفتره دي اعتقد ممكن تكون حصل نوع من الاكتفاء بالبطولات زي ما حضرتك قلتي، ممكن يكون حصل نوع من تشتيت بعض اللاعبين ليهم دور كبير في الفرقه. لكن حضرتك ما حسيتش باي قصور في مساله التمركز بتاع اللعيبه في الملعب، في مساله عدم انهاء الجمل الهجوميه بشكل مظبوط، في مساله الشراسه الهجوميه؟ امبارح كان في استحواذ ملحوظ للنادي الاهلي بطبيعه الحال، يمكن ضعف استحواذ الفريق المنافس، ولكن نتيجه الاستحواذ ده كانت ايه؟ فعاليته وحجم الشراسه اللي فيه؟ هل ما كانش هل عندك اي رؤيه؟ ما طبعا، ما هو حضرتك الجانب النفسي والذهني ده التركيز يعني والاراده، الصفات الاراديه لو انخفضت شويه الاداء الفني هيقل، والاداء يعني بشكل عام المجهود حتى البدني مش هيبقى بشكل كويس، دي اثرت ما فيش شك، ودي يمكن دي اللي وصلتنا. يمكن ما حصل، ما كانش في فرص كتير، بس كان في فرص التسجيل في الدقيقه 44 الانفراد بتاع مثلا محمد شريف كان سهل جدا يحرز فيه هدف الشوط الاول. الشوط الاول بالظبط، مع نهايه الشوط الثاني برضو في كورتين عرضيتين جوه السكس يارده، لو الجنب كويس والتركيز مثلا كان بتاع حمدي فتحي وواحده ثانيه لمحمد شريف طبعا. من الجنب الشمال بتاعنا برضو الوان تو ده بين لويس وقفشه قفشه حطها في بطن رجله دي، لو برضو فيها تركيز كان سهل يحطها في الزاويه البعيده، وجت كره برضو على القريبه اللي برضو في اخر الشوط الثاني لمحمد شريف على الارض، اعتقد معلول اللي حطها له لو بالظبط الريتم بتاعه سريع شويه سابق وكان ممكن يلعبها بشكل افضل. يعني اقصد برغم كده في بعض الفرص كانت ممكن تنهي المباراه لصالحنا، وزي ما حضرتك قلت الاستحواذ كان في صالحنا، فرصنا اكتر يمكن هم ما تحتلهمش فرصه حقيقيه بشكل كبير،
احنا كانت اهم فرصه بتاعت محمد شريف، الفرص برضو قليله، بس احنا كان في تفوق نسبي بيننا وبينهم يعني في الاداء وفي الفرص المتاحه وفي الاستحواذ يعني. انما في النهايه احنا مش ده مستوانا ولا ده طموحنا ولا ده مستوى اللعيبه بشكل فردي وبشكل جماعي. زي ما قلت اتكلمنا في البدايه، هي موضوع التقارير دي مهمه جدا، المكتوبه تتقري مهمه، وبعدين الاجتماع بقى طبعا يكون، ومهم جدا طبعا يكون كابتن محمود الخطيب يكون موجود في الاجتماع، واكيد هيكون موجود في الاجتماع، يبقى بس يبقى الموضوع فيه جديه وفيه اهتمام جدا، ويوصلوا بس للنقط المشاكل دي ايه السبب فيها بالظبط. قد يكون راي لعيبه او راي لعيب يكون صائب يوضح لنا نقطه، وقت مدرب او وقت او المسؤول طبيب الفريق ممكن، او الراجل المعالج اللي بيعد الناس المصابين، او ممكن يكون في مشكله عند اللعيبه مش واخدين الامور بجديه. بس هو بدنيا احنا كنا عارفين ووصل المعلومات بتصريحات ان ما فيش اي مشاكل بدنيا، فنفسيا بقى ده شق تاني، بس يعني جاهزيه اللاعب ده اللي كان معلن عنه، فاحنا فعلا محتاجين نفهم بالظبط فين المشكله. خليني برضو اروح مع حضرتك كابتن لنقطه تانيه، وفي دلوقتي بنتكلم عن فرق يعني صعدت حديثا للدوري، وكمان لعبت على فكره تدعيم صفوفها بصفقات جديده، فهل احنا نقدر نقول كده مثلا ان الموسم الجديد هنلاقي منافس مختلف الى حد ما، هيبقى في شكل مختلف للمنافسه؟ ما فيش شك، الامكانيات الماديه بتتيح للفرق انها تضم عناصر على كفاءه فنيه، فاكيد المستوى هيزيد. يعني انا شايف فرق شركات وامكانياتها الماديه متوفره تقدر تجيب لعيبه حتى من الخارج، مفيش شك ده هيرفع المستوى، واكيد ده التنافس هيزيد مفيش شك. تمام، الموسم القادم التنافس هيكون اقوى، هيكون اقوى يعني. طبعا التنافس اقوى فيه، حتى الفرق اللي قريبه في المركز الثالث والرابع والخامس اعتقد يعني بحقق انا المركز برضه بقى عندي طموح احقق ده على صعيد تدر. المنافس على صعيد بقى احنا الاهلي عايزين نعرف احنا المفروض برضه يبقى شكلنا عامل ازاي، بس بعد الفاصل، فاصل سريع جدا وهنرجع نكمل. مرحبا بحضراتكم مره ثانيه، ولسه الحديث يعني مستمر مع كابتن محمود صالح، وكنا بنتكلم قبل الفاصل مع حضرتك بنتكلم عن المنافس، المنافس بيدعم صفوفه، المنافس واضح ان الموسم الجديد مش هنواجه يعني منافسين ضعفاء او اللي احنا يعني نعرفهم من قبل، لا بالعكس هيبقى في منافسه مختلفه تماما، وده شيء اعتقد صحي جدا. على الصعيد الاخر هتكلم عن نفسي، وانا كنادي اهلي انا برضو كفريق محتاج اعمل ايه؟ يعني احنا صفوفه دعمناها، هل الفترة اللي جاية برضو محتاجين تغيير في الفكر أو غيره؟ خليني أعرف من حضرتك. احنا برضو في خلال حديثنا قلنا الموضوع الاجتماع اللي هيتم والتقارير المكتوبة، وكل واحد معاه التقارير، وابتدي اجتماع موسع يتم، أكيد هنوصل لسبب المشكلة، وبناء على المشكلة نقدر نروح لها نحط الحل الأمثل. ما احنا قلنا ده وقت الدوري. أيوه بتكلم على الفترة الحالية اللي جاية دي، الاجتماع ده هيوجهنا صح، هيخلينا الفتره الجايه دي نقدر ان شاء الله يبقى ليها تخطيط كويس، ونقدر نوصل لحلول تساعد ان المشكله دي تزول، اذا كان في جانب نفسي جانب ذهني جانب اي جانب اخر، هتدينا فرصه كويسه، حتى هيبقى هيتخللها تقرير فني، قد يكون هناك بعض المراكز ممكن يكون في محتاجين فيها تدعيم. خليني اخد يعني او اقول سؤالي بطريقه ثانيه، هل حضرتك برضو من الكلام اللي طرح بالامس، هل مثلا نعتقد ان ربما الجهاز الفني في الفريق محتاج يكون في مثلا دعم لعنصر مصري قوي؟ انا بقول لحضرتك الافكار اللي طرحت، هل مثلا ممكن فكر ثاني يحدث في التاكتكس؟ هل مثلا موسيماني يجب ان يدرس اكتر مثلا الفرق المصريه المنافسه؟ انا بحاول افكر بحضرتك فيما طرح. هو خلينا نقول بشكل عام، يعني حتى احيانا بيبقى التغيير في الاشخاص القيادات بيبقى مهم، بيعمل يعني تاثير ايجابي، والشرط يكون الموجود يكون يعني حلو او وحش يعني، يعني مش مستواه ضعيف او بالعكس، هو الجهاز ده كله حقق نتائج الفترة اللي قبل كده بصراحة، دي حقيقة يعني، ونتائج يعني محترمة جدا، احنا بالزبط. عندنا جهاز فني قوي يعني معلش تمام بالظبط، ده لازم نقر بده، ودي حقيقة صحيح، ولاعيبتنا برضو معلش كانت رجالة جدا يعني، ما نقدرش برضو نيجي نقول يا جماعة ايه اللي احنا فيه ده ونيجي ننتقد بشكل، لا احنا عملنا برضو شغل محترم، معلش ما فيش أي نادي منافس عمله يعني تمام. ده تاريخا يعني وأرقام مش تمام. بنتكلم بس هبوط المستوى ده زي ما اتكلمنا برضو
الهبوط بقى ده المشكله لانه بقى له فتره طويله. هي دي احنا بنتكلم في المشكله الحاليه. بقى له فتره طويله. قد يكون زي ما حضرتك قلت ان تغيير القيادات، مش عايز اقول اسماء بعينها يعني، ممكن التغيير يبقى يدي دفعه جديده، بتضخ دماء جديده. احيانا بيتولد نوع مع السنين الطويله العلاقه بتبقى هاديه، بتبقى كلام مش مؤثر من القياده. لما يجي واحد وجه جديد بشكل جديد اعتقد ليه تاثير ايجابي. طيب. قد يكون محتاجينها الله اعلم يعني. بالنسبه لمباراه الامس، تعالى برضو هستاذن حضرتك نرجع لها مره ثانيه ونقف كده عند نقطه بعينها ونتكلم فيها. كان في العديد من الفرص المهدره، يعني امبارح شفنا اكتر من فرصه راحت، بما فيها على فكره كلمه المهدره دي بما فيها ضربات الجزاء الثلاثه. تمام، حضرتك شايف ان اللي حصل ده كان عدم توفيق ولا كان تقصير؟ ده تقصير الاساس، تقصير. لان المجموعه دي بامكانياتها تدي افضل من كده. فكل انك في هبوط في المستوى بقاله فتره لازم يكون في تقصير. عدم توفيق ممكن تيجي في مباراه، ماشي، كل فتره مباراه اللعيبه مش هتقدر، او لعيب بشكل فردي مش هيبقى في التوب فورم بتاعته، بيجي وقت بيبقى التوب فورم في لا الهبوط. وعشان نقول على هجمه معينه او على تسديده معينه ان كان فيها عدم توفيق، يبقى التسديده اتعملت مظبوط واتحطت بالشكل المظبوط بالقوه المطلوبه في المكان المطلوب، ولكن لسبب ما يعني نتيجه بقى جوده الحارس، نتيجه القدر، ايا كان، ساعتها بنقول عليه عدم توفيق. لكن لما يبقى فيه تراخي، لما يبقى فيه هبوط من الفريق كله، لك ازاي يعني. اصل مش معقوله ال 11 لعيب غير موفق يعني. ممكن العب، تختلف مباراه لاخرى، في اثنين لعيبه ثلاثه غير موفقين، انما في ثمانيه موفقين بيأدوا بشكل كويس ومؤثرين في الفرقه، وبتقدر تحقق اداء كويس بشكل جماعي وتحقق نتائج. انما مش 11 لعيب، مش برضه حتى البدلاء مش موفقين، لا، يبقى هنا في مشكله. وبرضه هنرجع تاني لموضوع التقارير وبتاع، دي هتوصلنا لنتائج كويسه ان شاء الله. طب خلينا نسمع من حضرتك كابتن محمود، يعني التقارير هتطلع، عايزين بس نفهم منك. يعني احنا دلوقتي بنتكلم ان اراء كتير وتحليلات مختلفه، استوديوهات تحليليه لبعض الزملاء في القنوات المختلفه طلعت وسمعنا كلام كتير جدا. فعايزين نفهم من حضرتك، احنا بنتكلم دلوقتي لان احنا في الاول وفي الاخر احنا عايزين الصالح لينا، احنا بنتكلم عن النادي الاهلي، بنتكلم عن الفريق بتاعنا، فاحنا نفسنا ان احنا نفضل ونحافظ على المستوى. زي ما حضرتك قلت، المشكله الحاليه دي هي مشكله حاليه لكن هتتحل باذن الله، واحنا واثقين وياما مرينا بحاجات زي كده والاهلي يرجع وقف تاني على رجليه، مش مشكله. بس احنا عايزين نعرف دلوقتي او بنتكلم علشان نقدر نحل، احنا بنقول مثلا هل الموسيماني يعني برضو امبارح ده قيل، وهاخد راي حضرتك بمنتهى الصراحه في ان اللعب امبارح ازاي بهذا الشكل وانا بهاجم مش عارف اجيب جول في الشوطين، يعني ما ده برضو عليه علامه استفهام في الاربعه بالاكسترا تايم بجول. زي ما قال الاستاذ كريم، حتى ضربات الجزاء خمس ضربات ثلاثه ما وفقناش فيهم كتير، يعني نسبه طبعا نسبه كبيره يعني الحقيقه، يعني المفروض مع مش متوقع من ناس زي بدر بنون بصفه خاصه، قفشه طبعا وقفشه، عشان كده ما فيش مسؤوليه على حد. انا ما اقدرش اجي الوم قوي موسيماني، ما اقدرش اجي الوم قوي اللعيبه برضه كابتن محمود، صح كده ولا حضرتك ليك وجهه نظر؟ نلوم، ما اقدرش اجي احط لوم على حد، يعني ما اقدرش اقول الغلط عند فلان او الغلط عند فلان، ما فيش الكلام ده. لا، بس اللعيبه تتحمل 80 90% من المشكله. المشكله عندهم. تمام، احنا قلنا حاجات كتير خلال حديثنا، يعني هي المشكله عند اللعيبه بنسبه كبيره. واعتقد لما دايما انا برجع لموضوع التقارير دي، يعني ودي حاجه مهمه جدا واكيد هتوصلنا لحل، وهيبقى فيها بقى شفافيه وفيها صراحه مع بعضينا. هل ممكن اللعيبه كلها تبقى موجوده ولا القيادات هي تجتمع مع بعض؟ موجود الكابتن محمود الخطيب مشرف عام الكوره، موجود المدير الفني، موجود مدير الكوره، موجود المعد البدني، موجود مدرب الحراس، موجود المدرب العام، موجود كابتن الفريق. اعتقد يعني مهم جدا من خلال يعني الحوار اللي يتم ده بشفافيه وبصدق هنوصل لحل. واحنا العيب مش العيب ده هو المفروض وقتي، ان احنا دي مش امكانياتنا الحقيقيه. لا يعني طبعا عشان كده الواحد ممكن بيكون بيتكلم، لكن عندنا امل وعكه وهتعدي، ده في الاول وفي الاخر النادي الاهلي يعني بالزبط. ده ما حدش عنده جدال في ده طبعا، بس هي مشكله بقى لها فتره مع نهايه الدوري بتخسر تعادل كتير، وعشان دي مش امكانياتنا الحقيقيه. ما هو ده اللي خلى الموضوع مستفز بالنسبه لناس كتير من الجماهير والناس اللي حضرت المباراه، يعني ان انت عندك لعيبه ثقيله يعني، وبعدين صفوف ودعمتها، اعارات ورجعتها، يعني ناقص ايه؟ يعني انا مش شايف ان في اي نواقص
او اي حاجه تخلينا نشوف اللي شفناه؟ هو في نقطه يمكن جت في ذهني دلوقتي، هي موضوع التنافس داخل الفريق الواحد، دي مهمه جدا. يبقى في تنافس بين المراكز وبعضها، يعني في كل المراكز. طب ما انت عندك مثلا حد زي اكرم توفيق مع محمد هاني، كانوا في وقت من الاوقات بتنافسوا حتى في نفس المركز. تمام. يعني في وقت من الاوقات والاثنين عملوا شغل اكتر من ممتاز. تمام. في كل المراكز بقى لازم تتم واكتسبوا ثقه كل الناس. قد يكون دي فيها تقصير شويه ممكن، يعني هي تدوير اللاعبين دي مش انت مش بتريح اللعيبه بس، لا انت برضو بتخلق جو التنافس بينها وبين بعضها، مهم جدا. يعني اللعيب ما بقاش مطمئن قوي يعني ان انا اساسي، ان انا خلاص بقى المكان ده بتاعي، لا لازم تكون عندك سين من اللعيبه، انت لو مستواك هبط لا هتلاقي واحد بينافسك ويقدر يسد مكانك ويقدر يفرض نفسه كاساسي مكان. دي مهمه، دي وخد بالك هي الموضوع كمان منتقل سوء الاداء للمنتخب مصر برضه، هي دي برضه مشكله. حاجة تحط يعني الواحد يحط ايده على قلبه. بالمناسبه شايف تحركات الجهاز المسؤول يعني الجهاز الفني للمنتخب المصري عامل ازاي؟ وكانوا طبعا حاضرين الفتره قليله، ما يعني ما لحقناش نقدر نستبشر خير يعني ان شاء الله. ان شاء الله احيانا التغيير حتى لو انا على كفاءه واديت مهمتي بقى لي سنه 2 3 4 وحصل تغيير في القيادات، ايه المشكله؟ دي ممكن يبقى في تغيير، اعتقد تغيير الوجوه، تغيير الاسلوب، التعامل، اسلوب الشغل، كل دي احيانا بتدي حماسه اكتر وتدفع اللعيبه اكتر وتزود التنافس بينهم، بتخلق جو التنافس يرجع تاني للفريق بين اللعيبه وبعضها. ومفيش شك الفريق اللي عايز يلعب على بطوله لازم اللعيبه يبقى في تنافس كبير بينهم وبين بعضهم، مهم جدا، مستويات متقاربه. وانا عندي لعيب اساسي وفي لعيب بديل، لا انا لازم اعلي البديل ده عشان يدي يبقى اساس، لازم اديله الثقه واهتم بيه زيه زي اللعيب الاساسي. ما دي جوانب نفسيه اللي احنا قلنا عليها برضو في البدايه، قد يكون بعض الجوانب النفسيه يعني احنا برضو ما نقدرش نحكم قوي، اللي هيحكم المسؤول اللي متواجد مع الفريق وعايش معاه. احنا بنتوقع حاجات معينه ممكن تكون ناقصه في الفريق هي اللي مأثره علينا وبتدي الاداء اللي هو فيه هبوط دوت. انما اللي هيدي المسؤول لما يجتمعوا اكيد هم عايشين مع الفرقه وملمين بكل حاجه بظروف كل يعني هم اللي يقولوا القرار في النهايه. يعني اتمنى ان نوصل لقرار صائب وحلول صح. تمام. نرجع تاني للروح والطموح والصفات الاراديه اللي بتميز بيها لعيبه النادي الاهلي على مدار تاريخه. ان شاء الله يحصل وفي اسرع وقت ممكن باذن الله. تشرفنا بوجودك معانا. الله يخليك. شكرا لك يا كابتن محمود جدا، شكرا لحضراتكم على متابعتنا. ودي يعني خلاص كده حلقه اخر الاسبوع، بس خلينا نختم ونقول يعني احنا بنمرض وزي ما احنا عارفين لا نموت، ولما بنعود بنعود بقوه. واسال التاريخ. شوف حضراتكم ان شاء الله الحد القادم.